وصل الفجر سمعت بوم ما ديتش ما جبتك راه واقيلا شي حاجه طريفه. قاتني الوالده قالت لي راه الكراج اللي كتحط فيه الموطور راه شي على فيه العافيه. فاش جيت راه دخلت لقيت موطور راه ما بقى فيه والو وراه بزاف ديال الناس راه الماطر ساوين 18 مليون 12 مليون الموطور القليل داير 3000 درهم. هنا دخلنا اخويا لقينا هذه الحاله هذه من وسط 160 موطور شي سته الماطر اللي ولاو بحال هكا كنتسناو يديروا معنا شي حل. راه داك الموطور هو اللي كيدخل الناس كيدخل لهم ما ياكلوا كاين اللي كيمشي به للخدمه راه داك هو الوصيله باش كيمشي. مولات الباركينغ فاش جات قالت لينا راه مسوريه بلاتي حكا كنسول امي 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 بدات كتدخل وتخرج معنا في الهضره بغات دير الكاميرا باش تحيد البروف عليها. كنتمناو تكون عندها شي شاسيرون حيت ما كانت عندها لاسيرونس لا والو راه بالعربيه غنكبوا الماء على كرش. جينا حطينا مطرنا البارح بالليل الصباح شنو لقينا راه هذا لا خويا ملي جات عندنا مولات الشي عندنا الديور والحوانت قالت لك عندي لاسيرونس شويه دوم مع الدراري قالك ما عنديش لاسيرونس تفيق امي ونقول لكم شنو لاسيرونس راه هي هربات العافيه شعلت في باركينغ في شارع قلميمة في بوطويل في مدينه قديمه الكاميرا اللي تبغى تشفر الكاميرا وتهرب. ما بغينا نديرو معاه حنايا حتى شي حاجه قلنا راه مخزن هو اللي غادي يدير التاويل الساعه ما جاو تسنطوا لينا ما والو. هذا لا حنا ضعنا في مطرنا اخويا طيماك ديال 18 مليون اكس ادي في ديال 13 طرون طراو ديالي يلا وخد 140000 راه هي مشات. حنا بغينا نعرفوا العافيه كيفاش شعلات باقي ما عرفناش حنا باقي لحد الان حنا شاكين في راسنا كيفاش شعلات العافيه باقي ما عارفينش. موطور شي 74 موطور وزيد مازال احسبوا الدراري لك 100 وزياده شنو هو غايديروا معانا صافي دعنا في المطر راه قلوب الناس شعلات فيهم العافيه قلوب الناس شعلات فيهم العافيه ابار مطر قلوب الناس كتحرق حشومه. راه كاين موطور واصل 13 مليون الساعه ديال صاحبي انا راه جات لي 150000 ماشي مشكل فهمتي وهذاك 150000 وفهمتي ربي اللي عالم به هذاك الحارس وهذيك الورقه اللي مكتوبه فيها حراسه وراه ما مطبقاش. فاش شعل الموطور الاول الثاني العافيه راه صافي راه باينه ديروا شي حاجه راه قنبوله هي اللي تقدر دير هادشي كامل من غير قنبوله ما ديروش. انا مبغاتش تدخل لي راسي عافيه مبغاتش تدخل لي الراس. مول الباركينغ اخويا كيقول لك هادي تسنى لاسيرون انا ما شفتش شعلات العافيه فهمتي ما كلام موحد ما كاينش كلام موحد ما سمعناش ما عرفناش حقيقه بالضبط. قال لك عافيه سيركوي هادي 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 ما عرفناش اخويا بالضبط راه صافي هذا لا راه الناس راه داخل راه كاين اللي شاد في راسه وكاين اللي مريح دور وجهك تشوف عشير راه الحموم ها الحموم اللي بقى الطراب اللي بقى في الماطر صاحبي راه كاين اللي هز عليه رجليه خدام به على قبل عائله صاحبي كاين بزاف اصاحبي والله حنا ما عارفين شنو نديرو حنايا حنا راه فهمتي وحالا طحنا من السما الساعه عندنا لاسيرونس في مطر نفس وديروا معنا شي حل ديروا معنا شي حل. هذيك لاسيرونس ماشي قول خصها تكون فعل. الله يرحم لكم الوالدين الله يرحم لكم ثلاثه المرات كنطلبوا فيكم.